مرحبا، فيديو اليوم عن أكوا بارك مارسيليا في مرسى مطروح. توجد في قرية مارسيليا، وتقع مارسيليا أكوا بارك علم الروم في مرسى مطروح على بعد 5 كيلومتر من الملعب الرياضي، وهي عبارة عن حديقة كبيرة مخصصة للألعاب المائية، تتميز بوجود حمامات سباحة بها مجموعة من الألعاب المائية الممتعة والمميزة. وتتميز الأكوا بارك بوجود العديد من الألعاب المائية للأطفال والكبار، حيث تنقسم ألعاب الأكوا بارك إلى جزئين: جزء لألعاب الأطفال بحمام سباحة خاص بهم، وجزء لألعاب الشباب بحمام سباحة خاص بهم. ويمكن خوض مغامرات مائية تناسب الأطفال وكذلك الكبار من خلال الألعاب المائية الأكثر تسلية بها، حيث يوجد بها الكثير من الألعاب المائية، منها النهر الدوار، الزلاجات المائية، وحلزونة المياه. ويمكنك الجلوس على مقاعد أمام حمام السباحة للاستمتاع والاسترخاء، أو الاسترخاء كلياً على الشازلونج أو التأمل في مناظر الحديقة الخلابة، ويمكن أيضاً التقاط أروع الصور الفوتوغرافية. تتمتع الأكوا بارك بالأمن والأمان وخدماتها المميزة، حيث يقومون العاملين بالأكوا بارك بمتابعة زوار الأكوا بارك ومراقبة الأطفال، ويتميزون العاملين بالأكوا بارك بارتداء الزي الأخضر. يوجد بالأكوا بارك حمامات وأماكن لتبديل الملابس مجاناً، ويوجد أيضاً مطاعم وكافيهات لتناول الوجبات والمشروبات. يوجد أيضاً أماكن خاصة للسيارات مجاناً في الموقع. وفي حالة الرغبة في المبيت، فيوجد أكثر من فندق في قرية مارسيليا يتميز بخدمات ممتازة ومتنوعة. ويوجد شروط لدخول الأكوا بارك هي: مسموح بدخول العائلات فقط، ممنوع دخول المياه والمشروبات بجميع أنواعها، مسموح بدخول الأكلات الخفيفة فقط كالسندويتشات، حيث يمكنك تناول الوجبات والمشروبات من مطاعم وكافيهات الأكوا بارك. سعر تذكرة دخول الأكوا بارك للأطفال من سن 3 سنين حتى 10 سنين بمبلغ 280 جنيه، وسعر الدخول للبالغين بداية من سن 10 سنين بمبلغ 300 جنيه. مواعيد الأكوا بارك من 10 صباحاً حتى 5 مساءً. أترككم لمشاهدة أمتع الأوقات في أكوا بارك مارسيليا.